انا اسمي احمد سعد، من احد الناس الملاك اللي اشتروا في الربوة الهادية. انا اشتريت من 2009 واستمريت في دفع الاقساط بتاعتي. فوجئت ان في 2012 و2000 بدايه من 2012 ان هم في سحب للارض كان بيتم، وان الراجل ما سددش ثمن الارض بتاعته. بدانا نتحرك عشان خاطر نجمع نفسنا ان احنا ازاي نحفظ حقنا كملاك في الوحدات اللي احنا دفعنا تقريبا 80-90% من كامل ثمنها. لكن فوجئنا ان الجهاز ونهايه المجتمعات العمرانيه كان ردهم ان احنا ملناش اي صفه، ولو كان ليكوا صفه او كان ليه حد نصب عليكم روحوا خدوا منه. بالرغم ان احنا ساعه ما كنا جايين نشتري الارض كان موجود ساعتها قرار التخصيص من جهاز 6 اكتوبر للراجل ده بقطعتين، وكان كل اوراق وقتها سليمه. انا اسمي سامح فريد، حاجز في مشروع الربوة الهادية في قطاع 24، متواجد هنا امام وزارة الاسكان عشان احنا بنناشد السيد الوزير عشان احنا الشقق بتاعتنا المفروض كنا نستلمها من 2011 وحتى الان مفيش اي استلام. اسمها من المولى عبد اللطيف، مرتي تعبت بسبب النصب دوت. انا في يوم 13/4 اهوت رحت نادي الخبراء وزاره العدل، قال لك في شاليهات هناك بتوع الساده المستشارين. بناء على هذا طبعا خدوا منا فلوس زياده عن الساده المستشارين. طبعا انا مش قلت ما فيش نصب ما دام في الساده المستشارين مش في البلد بتاعتنا. والعادي بيقول تمام. قابلنا واحد اسمه الاستاذ عصام منصور بكام الشاليهات؟ قال الشاليه ب 135,000 قسط. هي ايه صفته القانونيه؟ كان موظف في نادي خبراء وزاره العدل. هو اللي كان بياخد الفلوس والعقوده ممضيه كده. الاستاذ محمد ظاهر رئيس نادي الخبراء. كل ده كان هناك يا فندم، كل ده هناك. وفي الاخر قال لك حاضر عينينا و 15,000 جنيه زياده ده عشان احنا بس حبايب وعملائهم. وبالتالي خدوا منا الاقساط لحد ما جم يسلمونا قال لك شكرا. فالراجل دوت اللي اسمه هاني الطويل دوت مش عارفين نوصب عليه، مش عارفين نوصل له. طارق الطويل ده طارق وهاني، احنا مش عارفين نوصل له. طب احنا مطلبنا هنستلم شاليهاتنا، نستلم حاجاتنا يا ساتر. يرد لنا الفلوس بالشرط الجزائي بتاعه اللي هو كاتبه بايديه. فين نادي الخبراء وزاره العدل؟ نادي الخبراء ده فين اللي احنا روحنا عنده؟ نادي الخبراء ده فين؟ لما مستشارين، فين المستشارين دولت؟ ايه الاجراءات اللي اتخذتوها؟ الاجراءات اللي احنا اتخذناها، احنا دلوقتي قمنا باشهار بتكوين رابطه للملاك، وعملنا اشهار للرابطه ديت بحيث ان احنا يكون لنا كيان قانوني من خلاله نقدر ان احنا نسال السيد الوزير او نناشد السيد الوزير او رئيس هيئه المجتمعات او رئيس جهاز مدينه 6 اكتوبر. لازم الدولة تتدخل، وإذا كان هو ضحك على الدولة أو نصب على الدولة إحنا ملناش ذنب. يدخلوا لنا المرافق وإحنا ملناش ذنب بالأحداث اللي بتتم بينهم وبين بعض.